بسم الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. اليوم ان شاء الله بغيت نصايب الحريره الحمضاء وبغيت نشاركها معكم. حريره مغربيه كنقدموها في الفطور في رمضان، راه كتجي زوينه وصحيه. كنقدموها مع التمر والشباكيه. بسم الله على بركه الله. ندوزو للمقادير. عندي هنا زلافه ديال الحمص، حيت له القشره، كاين اللي كيديروا بقشورو. زلافه ديال العدس، عندي مركز طماطم اللي كنت صايبت معكم في الدار. عندي هنا زلافه ديال الطريفات ديال اللحم وواحد العظم باش يدير لينا البنه. عندي زلافه صغيره ديال الكرافس، زلافه صغيره ديال المعدنوس، نص زلافه ديال القزبور، وعندي هنا سيقان ديال الكرافس. لي هما هادو قطعتهم طريفات بحال هكا، راه كيجيو زوينين في الحريره. وعندي بيضه وحده، بصله محكوكه، زلافه صغيره ديال الرز، وعندي هنا نص كاس ديال الزيت، وعندي هنا مركز طماطم جوج معالق، وعندي الملحه معلقه صغيره ديال السمن، وفي العطريه عندي فلفله حمراء، الخرقوم البلدي، سكنجبير، معلقه ديال البزار، وعندي هنا مطيشه اللي دحنتها وصفيتها من القشور والزريعه ديالها. وعندي هنا الدقيق باش ندوروا الحريره. بسم الله على بركه الله. كنجيب واحد البرمه، بسم الله، ندير اللحم. ها اللي درنا بحال بحال، حيت كنجمعوا كلشي باش يتقن. درت الحمص، كنزيد العدس، والبصلة، سيقان ديال الكرافس، قزبور، والكرافس، كندير المعدنوس، كنخلي واحد شويه تتقرب لينا الحريره طيب، ونزيدو. كندير الملحه، العطريه، وندير الزيت، ونزيد هاد المطيشه، والمطيشه الاخرى، وكنزيد شويه الماء باش تقلى لينا هاد نجرة. دابا غنردوها تقلى. واحد النصيحه نقولها لكم، الحمص ما ديروهش في الفريكو. الفريكو الحمص خليوه حتى تبغيو ديروه طيبوه عاد رطبوه. الا درتوه في الفريكو راه ما كيطيبش. هذا دابا راه كيطيب في ساعه. ها هي الطنجره ديالنا تقلات. الحمص الا ما كانش في المجمد راه فيه صعب كيطيب. راه كنجمعوا كلشي في الطنجره وكنردوه يتقلى. ما كنقليوش اللحم مع البصله هما الاولين، عاد كنزيدو التوابل الاخرين، وعاد كنزيدو الحمص والعدس. كنجمعوا كلشي باش يتقلى كلشي، كتجي الحريره زوينه. وغطيب لينا شويه، نزيدو عليها دابا الماء طيب.
كنزيدو الماء طايب، ما نزيدوش الماء بارد. دابا كنزيد الرز، الرز اللي غسلته. تقدروا نتوما ديروا الشعريه ولا كل واحد اش كيبغى. انا عزيز عليا هذا الرز كلاصي، كنديرو من الاول. بسم الله كنزيد الماء طايب. دابا غنسد عليها باش طيب. بسم الله، عندي هنا الماء اللي غنحل فيه هاد مركز طماطم. بسم الله. دابا غنزيدو الحريرة. من بعد ما زدت هاد المطيشة الحريرة ديالي، هذا الدقيق باش ندورو الحريرة، الدقيق والماء. وانا رفعتها مدورة في الصباح ودرت ليه شوية الخميرة بلدية، هو هذا باش غندور الحريرة. هاكي تيجي. بسم الله هاي الحريرة ديالنا، من بعد ما درت ليها مطيشة والدقيق هاكي تتجي القوام ديالها. نخليها تتغلى ونزيد عليها البيض والسمن وداك الربيع اللي بقى لينا. دابا غنزيد السمن. نزيد هاد البيضة. شوية تربيع. وهاك الحريرة كي تتجي كتشهي. نسد عليها واحد شوية ونرجع معكم تقديم ان شاء الله. الحريرة ديالي من بعد ما طابت هاكي تتجي، راه كتجي زوينة وكتشهي. وكنقدموها مع الشباكيه والتمر، ها جبيبنا ديال الحريره. وكنتمنى تجربوها وتعجبكم وديروا لينا جيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. فضلا ليس امرا، وبالصحه والراحه.